طبعا نرجع بقى تاني للقعده الوديه اللي عملها. عايزين خبر حصري كده يا فندم من عندك كده، الدنيا رايحه فين بين الوزاره وبين نادي الزمالك؟ في حاجه، في اخبار ساره؟ الخبر الحصري ان في سندوتشات هنا الوزير جاب لنا سندوتشات اللي هي، وده طبعا انا يعني مشكور جدا لان في ناس بتبقى تجيب سندوتشات بتجيبها مش ايه فراخ ولحم مش عارف ايه، وهو جاب لنا سندوتشات جبنه رومي قدامنا ايه. تمام، انا بشكر اخويا الدكتور صلاح حسب الله، بالرغم انه اهلاوي خلي بالك، جدا خلي بالك دي رساله جدا صلاح حسب الله مش اهلاوي بس، ده من حمم النادي الاهلي. اكيد جنبك، اكيد جنبك. بس عامل عضويه في نادي الزمالك يا فندم. بس عامل عضويه في نادي الزمالك يا فندم.